السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هناخد النهارده اخر درس في وحده المجموعات، الفرق بين مجموعتين. الفرق بين مجموعتين هشرح مثال كده برسمه صغيره، رسم وحش معلش نستخدم شويه. دلوقتي انا عندي احمد وعندي خالد، تمام كده؟ احمد انا رسمي وحش، ماشي يا شباب؟ احمد معاه كراسه، احمد في ايده ايه؟ احمد في ايده ايه؟ كراسه، تمام كده يا شباب؟ طيب وعندي خالد معاه مسطره، خالد معاه ايه؟ مسطره، تمام كده؟ لما اقول احمد فرد خالد، احمد فرد خالد يعني ايه؟ احمد فرد خالد يعني ايه؟ اللي مع احمد مش موجود مع خالد، اللي مع احمد مش موجود مع خالد، تمام؟ سمع حد بيقول لي احمد معاه كراسه، تمام صح، برافو عليك، تمام صح يا شباب. طب لما اقول خالد فرد احمد، خالد فرد احمد يعني ايه؟ ايه اللي مع خالد مش موجود مع احمد؟ خالد معاه ايه؟ مسطره، خالد معاه ايه؟ مسطره، تمام كده يا شباب؟ طيب الفرق ما بنكتبوش بقى، احنا اتعودنا ان احنا ما بنكتبش عربي، احنا ما بنكتبش ايه؟ عرض، احنا بنكتب ايه؟ رموز، احنا بنكتب ايه؟ رموز. يبقى الفرق ده الرمز ده ناقص، خلاص كده؟ يبقى اقول احمد فرد خالد، يبقى احمد معاه كراسه، خالد فرد احمد، يبقى خالد معاه مسطره، تمام كده؟ طب هل هنا انا اقدر اقول ان احمد فرد خالد هو هو او بيساوي خالد فرد احمد؟ صح؟ سمع حد بيقول لي لا، يبقى احمد فرد، اتفقنا بقى خلاص ناقص اهو، مش هنكتبها بالعرض، احمد فرد خالد لا يساوي خالد فرد احمد، تمام كده يا شباب؟ طب تعالوا بقى اللي احنا طبقنا المثال اللي انا شرحته، الرسمه الوحشه دي، خلاص الرسمه دي وحشه ماشي، نطبقه بقى على ايه؟ درس المجموعات بتاعتي. بص بيقول لي إذا كانت المجموعة س، إذا كانت المجموعة س عناصرها 1 2 3 4، واحد اتنين تلاتة أربعة، المجموعة اللي ورا كده شيلها، تمام؟ والمجموعة ص 2 و4 2 4 5 6، بيقول لي فرقنا س فرق ص، يبقى نشوف المجموعة الأولى معاها إيه بس مش موجود مع التانية، اللي موجود مع المجموعة الأولى مش موجود مع التانية، يعني عشان ما نتلخبطش، شايفين الجزء الأصفر ده؟ شايفين الجزء المظلل بالأصفر ده؟ هو ده اللي موجود مع س، طب ما هي معاها 2 و4، طب ما 2 و4 موجودة مع ص، لا إحنا اللي عايزين مع س بس، مع س بس، إيه اللي مع س بس؟ الواحد وإيه؟ والاتنين، واحد واتنين، تمام؟ طب لو قال لي ص فرق س، يعني هو عايز يعرف ايه اللي موجود الزياده عند ص، ايه اللي موجود الزياده عند ص، مش يعني مش عايز الجزء اللي مع س، يعني من الاخر كده مش عايز الجزء المشترك، ده كان اصفر غيره، تمام؟ الجمله الاولى. طب ص فرق س، الجزء الاصفر ايه؟ الفارق اللي هو كام؟ 5 و6، تمام كده يا شباب؟ هل هنا بقى س فرق ص بتساوي ص فرق س؟ تعالوا نشوف س فرق ص عناصرها 1 و2، وص فرق س عناصرها 5 و6، يبقى المجموعتين متساويين؟ لا، لا تساوي، لا تساوي، بس يا شباب هو كل مره لازم يجيب لي برسمه؟ لا مش شرط، ممكن يجيبها لي اكمل من غير رسمه، تمام كده؟ بيقول لي
والجزئتين المجموعة س 1 و2 و3 والمجموعة ص 5 و6 و7. أطلب س فرق ص، س فرق ص في سؤال الفرق علشان أعرف أحله أطلع المشترك عشان أسيبه، أطلع المشترك علشان هسيبه. إيه المشترك بين المجموعة س والمجموعة ص؟ حد ملاحظ حاجة؟ مفيش حاجة مشتركة، مفيش حاجة مشتركة. يبقى إيه اللي عند س مش موجود عند ص؟ تمام، الواحد واثنين وثلاثة، تمام. طب ص فرق س، تمام، 5 و6 و7، تمام كده يا شباب؟